مشكله تو كلمت انا سعد لكن هو اصر على مدينه على الاقل لك حتى مدينه اخرى تحت مدينه الجدابي وكذا. هذه اشياء مش علميه، الواحد بيعطي تقرير تقرير علمي. قصر الفاطمي طبعا من الاثار المهمه في 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 ليبيا، يعني لم يكن في شمال افريقيا. من طبعا اسس عن طريق الدول الفاطميه في القرن الثامن تقريبا الثاني الميلادي اثناء رحله المعزلة لله الفاطمي من المغرب او من تونس الى 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 مصر. منا انطلق الحملات لفتح مصر. فكان المعلومه اللي تقول ان لولا اجدابيه ما كانت القاهره، اللي هو جوهر الصقلي بعد تم فتح مصر هو اللي خط مدينه البسطاط القاهره حاليا. ما عنديش مشكله لكن نشتغل فيه. القصر الفاطمي يحتاج لكثير من الاهتمام صراحه، يعني لازم ان سواء كانت مصلحه الاثار او البلديه لازم التنبيه يتم تنظيفه ويتم الاهتمام به كثيرا. طبعا تم اعتداء عليه في سنه 2001 نتيجه اللجان الامنيه اللي جت في هذيك الفتره وازاله الجزء الامامي اللي هي الابراج الاماميه وتم ترميمها بفرق ليبيه بحته. اما قله الوعي الاثري هذه عندنا في ليبيا كلها، يعني عدم الاهتمام بالاثار ونيل، لان نحن ما زلنا ينقصنا الكثير من الـ من الـ من الوعي بقيمه الاثار واهميتها. القصر الفاطمي هو من ابرز المعالم في مدينه ايجدابيا، حتى معظم المؤسسات والقطاعات ياخذن في الشعار ياخذن في الرمز هذا كشعار لنا. فعلى سبيل المثال عندنا القصر الفاطمي شعار للبلديه، شعار لمفوضيه الكشاف، شعار لعدد من المؤسسات والقطاعات في المدينه. طبعا نحن حتى لما يجيك حد من برا من خارج المدينه ولا كذا عندنا من المكانات اللي تقدر تزورن هو القصر الفاطمي. الفتره الاخيره نظرا للظروف اللي تمر بيه ليبيا ما فيش اهتمام بالقصر الفاطمي، وكيف ما تشوفوا انتم اللي نتمنوها من مؤسسات المجتمع المدني من المجلس البلدي من شركه العمل للنظافه ان يهتموا بالمعلم هذا لانه يعتبر جزء من هويه مدينه ايجدابيا. هو من قبل الثورة كان يعني يعتبر من أحد المعالم، يعني كان في سياح حتى من خارج ليبيا يكونوا يترددوا على القصر هذا، وفي حتى من ضمن الأشياء المهمة في الطلبة على مستوى ليبيا يعني والباحثين في مجال التاريخ وكذا كانوا يترددوا على القصر وكانوا ياخذوا في معلومات من قبل الهيئة الخاصة بالآثار في المدينة. ونحن نتمنى ان الهيئه العامه للاثار يهتموا بهالمعلم اللي اكيد يعكس في هويه مدينه ايجدابيا. من جميع مراقبات من بنغازي من شحات من لبده من طرق بالاثار حتى في الشريط يطلع مهتم بالاثار. انا عندي منهم معاهم اشكاليه انت عارفها باهي.